الحمد لله، اليوم كانت مقابلة جميلة. اللعابة ديالنا ديال برشي طبقوا التعليمات لولا واحد كما كنقولوا كرة ضد مجرى اللاعب، والحمد لله لا خوف على فرقي يوسف برشيد في باقي من الدورات. ان شاء الله غنداركوا الموقف باش نربحوا جوج مقابلات ان شاء الله اللي باقي لينا ضد بني ملال وضد جديده ان شاء الله. وكنطمنوا الجمهور ديال يوسف برشيد باننا غنمشيو ان شاء الله غنتقاتلوا لاخر رمق باش نضمنوا المكانه ديالنا ان شاء الله في قسم الوطني الاول.